السؤال الثالث، هل يجوز قراءة القرآن في المصحف، مو في المصحف، في جهاز الجوال من غير وضوء في جهاز الجوال؟ طيب شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. يسأل سؤاله الأخير، هل يجوز قراءة القرآن الكريم في الجوال بدون وضوء؟ نعم، لأن الجوال ليس مصحفا. الذي يحرم هو مس القرآن يعني المصحف بغير وضوء مباشرة، أما الجوال فهذا ليس مصحفا، فالذي يقرأ فيه حكمه حكم الذي يقرأ عن ظهر قلب. نعم.